بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. حبايب قلبي، احنا عملنا دلوقتي عمالين يقولوا ايه المسقعه الترند، المسقعه نشوي ونعمل والكلام ده كله. احنا شوينا البتنجان وعملناه بطريقه حلوه في بالتكات، وازاي اوريكم ان انتوا تحافظوا على لون البتنجان يبقى ابيض مش اسمر، ما يسودش معاكم، ازاي تشوه. تعالوا بقى هنخش على مطبخ عبير وماما على اليوتيوب وعلى الفيس وعلى تيك توك ونشوف احلى مسقعه ترند اللي ضربت الدنيا كلها، مع خل وتوم مع البطاطس المهروسه بالسمنه، ونشوف الحاجات الحلوه مع العيش البلدي الجميل، ونشوف عملنا ايه. يلا بينا على المطبخ، يلا بينا. مساء الخير والهنا على حبايبي وعلى الناس الحلوه الجميله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. هنعمل الترند النهارده بتاع الايه، المسقعه المشويه. احنا جايبين البتنجان اهو زي ما انتم شايفين، حاطينه على النار يشوي خلاص. وهنا هعمل بطاطس برده مهروسه، ادي البتنجان اهو. جايبين ميه، الميه دي ليه يا عبير؟ برافو ان بتسالوا الميه دي ليه. الميه دي محطوط عليها شويه خل، ميه من الحنفيه مش ميه يعني ميه ساقعه من الحنفيه، حاطين عليها شويه خل. اول ما البتنجان يشوي وخلاص، انت عرفت ان هو استوى خلاص والشوى، هنعمل ايه؟ هنشيله وهنحطه في الميه على طول. ليه بقى؟ علشان يفضل البتنجانيه من جوه بيضه، ما تبقاش سمره معاكي، يعني فاهمين؟ الميه ام خل، لما بتطلعيها في ميه بخل تفضل البتنجانه لونها ابيض، ما تسودش، حتى لو قعدتيها شويه قبل ما تعملي الخلطه بتاعتك بتبقى بيضه. ماشي، يستوي نشوي البتنجان واوريكم كل حاجه. بصوا يا قلبي اهي استوت اهي، ناخدها كده نحطها في الميه بالمنظر ده، في الميه كده على طول. كده اهو نسيبها بقى شويه تبرد كده في الميه ام خل، وكده كده بصوا بيبقى القلب ابيض من جوه، عمره ما يسود. الميه ام خل كده تخلي القلب ابيض. اقشرها لكم بقى ونسيبها شويه اوريها لكم. وهنا البطاطس اهي بتتعمل، موطي عليها عشان تستوي براحتها. بصوا يا قلبي بقى هنعمل ايه دلوقتي، هنولع النار. انا عايزه بس اوريكم حاجه، بصوا البتنجان الميه ام خل خليته لونه ابيض ازاي، دي بس معلومه وملحوظه كده، حاجه يعني تبقوا ايه خلوا بالكم منها. اما تشوي البتنجان وتطلعوه على ميه بخل بيبقى البتنجان لونه ابيض كده، ما يسودش منك خالص. ماشي، البطاطس اهي هرستها وقفلنا عليها. هنا كده هنعمل مسقعه وهنعمل بخل وتوم. ماشي، هنحمر هنا التوم اهي، حاطين شويه زيت صغيره، وهنا برضو اهي شايفه هنا اهي دي بتاعت الايه ابو خل وتوم، وهنا دي المسقعه. يحمروا كده هوريكم هنعمل ايه. بصوا دي ام خل وتوم، ومنحرقش التوم قوي اهي، شويه الخل، هنحط حبه كمون وملح وفلفل والمرقه. هاتي يا زوز. وهنا اهو ده بخل وتوم، هنوطي عليها كده شويه، هنديها ايه شقشق ميه بسيط بس تاخد غلوه كده. امسكي يا قلب ميه بس. انا معايا طبعا زمزم وحنين بيساعدوني. وهنا اهو هنحط برده ايه ادي الخل دي اللي متقع. يلا عندنا الصوص دي اهي، اوعى النار. صل على رسول الله، خلاص رسول الله. نحط بقى كده مش هفكر تاني، هزيد المية، هنحط برضه شوية مية هنا تاخد غلوة. هات المية زيت شوية مية كده صغيرة، زمزم فايقة من النار، هننبس صغيرة يا بنتي ما تخافيش. أول مرة بقى بيصوروا معايا اهو كده. ماشي، تاخد غلوة ونرجع تاني. بصوا حبايب قلبي هنا اهو المسقعة، ادي المسقعة الترند بقى اللي بيقولوا عليها، وده البتنجان ابو خل وتوم الترند. بصوا المسقعة ريحتها كفتة. ريحتها ايه؟ كفتة. طب والطعم؟ لسه ما دقتش، لسه هندوق اهو. ادي كده المسقعه، هي ريحتها هيبقى واو. خد يا زوز ودي منين،
الحته حلوه يبقى طعمها حلو ان شاء الله. دي كده ادي المسقعه، احنا مش هنحط ولا فلفل ولا شطه عشان ماما واختي، مش هينفع نحط اي حاجه من الحاجات دي. حطينا بس المرقه وحطينا شويه الملح ظبطنا، وحطينا شويه ايه الكمون اهي. هنا بقى تاخد غلوه وايه وهنغرف. وحطيت على البطاطس هنا رالومي اوني، البطاطس اهي هرسناها، حطيت عليها ايه شويه الملح والفلفل صغيره وواحده مرقه. بصوا اهي دي تاخد غلوه ودي غلوه، ونغرف ونوريكم احلى اكل. خليكم معايا. بصوا حبايب قلبي ندوق بقى هنا كده، ادي المسقعه ندوق كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هي حلوه بس اللي احنا بنعملها بنقليها احلى. دوقي يا اوني. ما بتحطيش باذنجان؟ ما انا هرسي. ايه رايكم؟ بصوا البطاطس حلوه قوي. حلوه. اللي تبقى متحمره احلى. متحمره احلى بس طعمها حلو. تعالوا بقى نشوفها بخل هدومه معايا. بصوا بره اهي هقول نشوفه حلو. هو فيه ريحه ايه زي ما زمزم قالت، ريحه الفحم لان احنا شويينه. دول يا زمزم كده مسقعه تاكلهاش والله. بصوا يا جماعه التجربه حلوه، احنا حبينا نعملها مع بعض، مش وحشه. دي اللي بيعملوا الرجيم، هتبقى حلوه قوي وجميله ماشي، وطعمها حلو يعني معقوله. نشوفكم بقى ايه في الهنا وفي السعاده، ونشوفكم في كل جديد. وتحياتي مطبخ عبير وماما على اليوتيوب، ومطبخ عبير وماما على الفيس وعلى التيك توك. وبشكر زمزم وحنين، والانسه حنين بتصورني، وزمزم بتنولني الطلبات وبتساعدني، وحنين اللي بتصور دلوقتي. شكرا يا اوني. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.